قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم رد الاستئناف المقدم من نادي الوحدات بشأن قرار إقامة مباراة الفريق المقبلة من دون حضور الجماهير. هذا القرار سيحرم الجماهير من التواجد في استاد الملك عبد الله الجمعة في لقاء القمة بين الوحدات والرمثة ضمن منافسات الأسبوع 16 من دوري المحترفين. وكان الاتحاد قرر إقامة أول مباراة بيتية لفريقي الفيصلي والوحدات بدون جمهور على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة الفريقين بالدوري قبل أن يقدم الناديان استئنافا قوبل بالرفض. وكان الفيصلي خاض مباراته الأخيرة أمام شباب الأردن بدون جمهور لينسحب الحال على لقاء الوحدات والرمثة. يلتقي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم يوم غد مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في مباراة ودية تقام في العاصمة الإسبانية مدريد. وتأتي هذه المباراة في إطار المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخب السيدات في إسبانيا استعدادا للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تقام في عمان خلال نيسان المقبل والمؤهلة إلى كأس العالم. ويختتم المنتخب معسكره في إسبانيا بلقاء فريق رايو فاليكانو يوم الخميس المقبل. وكان منتخب السيدات استهل معسكره في إسبانيا بالتعادل مع فريق مدريد بهدفين لمثلهما. وفي خبر آخر، خسارة أولى لمنتخب اليد للسيدات بمواجهة إيران في بطولة غرب آسيا. التفاصيل في هذا التقرير. الخسارة الأولى للمنتخب الوطني لسيدات كرة اليد في بطولة غرب آسيا جاءت على حساب نظيره الإيراني بنتيجة 28-15 هدفا ضمن مباريات الجولة الرابعة التي تستضيفها صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب. وعزز المنتخب الإيراني من موقعه في صدارة الفرق المشاركة بالبطولة برصيد 8 نقاط من 4 مباريات ليقترب من تحقيق اللقب، فيما تلقى المنتخب الوطني الخسارة الأولى له في هذه البطولة وتجمد رصيده عند النقاط 6 في المركز الثاني بالشراكة مع المنتخب السوري الذي فاز على العراق 33-15 هدفاً. وشهدت مباريات أمس التعادل الأول في هذه البطولة، وكانت خلال لقاء قطر مع لبنان الذي انتهى 30-30 هدفا، لتحصل قطر على نقطتها 3 في البطولة لتبقى في المركز 3، فيما حصلت لبنان على أول نقاطها لتحتل المرتبة 5. وتختتم منافسات بطولة غرب آسيا غدا الأربعاء، حيث يلتقي المنتخبان الإيراني والسوري عند 12:00 ظهرا، فيما تجمع المباراة 2 العراق مع لبنان عند 2 مساء. وتختتم لقاءات البطولة بمواجهة الأردن مع قطر في 4 مساء. استضافت فلسطين على مدار 3 أيام كأس العالم الحقيقية في انطلاق الجولة الترويجية لمونديال روسيا. وفي فرصة منحت لعشاق كرة القدم بالتقاط صورة تذكارية مع الكأس الأغلى في هذه اللعبة، حيث اعتبر الرياضيون الفلسطينيون هذا الحدث إشادة بتطور مستوى كرة القدم في فلسطين. لنتابع. في رسالة وطنية للرياضة الفلسطينية، تظهر الجانب المشرق للشباب في هذا البلد المصر على الحياة رغم التحديات التي يواجهها، وعلى رأسها تحدي أطول وآخر احتلال في التاريخ. كانت فلسطين أول المحطات التي تستضيف كأس العالم الحقيقية في الجولة الترويجية قبيل مونديال روسيا 2018. وجود كأس العالم في فلسطين هو حدث كتير مهم بكل المقاييس وبكل المعايير. طبعا هو دلالة على وجود الأمل، دلالة على وجود الحياة، دلالة على المثابرة، دلالة على الاستمرارية، أنه رغم الظروف الصعبة الشعب الفلسطيني بيعيشها من ناحية سياسية اجتماعية اقتصادية، ولكن الأمل موجود في لعبة كرة القدم اللي هي لعبة الشعوب ولعبة ولغة الحضارات. فطبعا هذا حدث مهم، وخصوصا أنه فلسطين هي أول دولة عربية تستضيفه للمرة الثانية. انطلاق جولة الكأس العالمية من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تحط هنا للمرة الثانية بعد 5 سنوات من الأولى قبيل المونديال الماضي في البرازيل، هو تأكيد على الحظوة والاهتمام الذي تتميز به الرياضة الفلسطينية في المحافل الدولية نظرا للإنجازات التي شهدتها في الآونة الأخيرة على الساحتين الداخلية والإقليمية. هذا إشادة واعتراف بما حققته الرياضة الفلسطينية عبر الأعوام القليلة الماضية من نهضة. يعني في البداية كانت فلسطين غير معروفة،
العالم، يعني كانت تشارك على استحياء هذا إن شاركت. الآن فلسطين تنافس الأفضل وحققت مواقع متقدمة على في الترتيب الدولي، فأكيد يعني كل الجهات الدولية ذات العلاقة رأت أن تعترف بما تم إنجازه رغم كل العقبات، وأولها أكيد الاحتلال. فلسطين هي أولى محطات كأس العالم الحقيقية في جولتها العالمية. على مدار 3 أيام سيحظى عشاق الرياضة في فلسطين بفرصة تاريخية لالتقاط صورة مع كأس العالم الحقيقية. من مدينة رام الله المحتلة، حافظ أبو صبرة، رؤيا. تتجه الأنظار نحو ملعب ستامفورد بريدج في لندن، حيث القمة الساخنة بين تشيلسي وضيفه برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا. ويطمح الفريقان لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة 11 على التوالي، وتبدو حظوظ برشلونة أقوى بالنظر إلى مستوى الفريقين في الوقت الحالي. فالنادي الكتالوني يتسيد الليغا بفارق 7 نقاط أمام أقرب مطارديه، وبلغ نصف نهائي مسابقة الكأس، في حين يحقق بطل الدوري الإنجليزي نتائج متذبذبة محليا، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 19 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر. وفي مباراة ثانية يبحث بايرن ميونخ عن الحسم المبكر للتأهل خلال استضافته باشتكاش التركي، ويمني بايرن ميونخ النفس باستغلال الأرض والجمهور لتحقيق فوز مريح على ضيفه باشتكاش لقطع شوط كبير نحو بلوغ الدور ربع النهائي في سعيه إلى تكرار ثلاثية 2013 بقيادة المدير الفني يوب هاينكس. تعمل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بجهد كبير لمكافحة تعاطي المنشطات في الأنشطة الرياضية. لنتابع. تبذل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات جهداً كبيراً لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، فهي تحدد القواعد والإجراءات وتفحص الرياضيين، كما تقوم بتحديث لوائح المواد المحظورة. ولطالما كانت بعض المنشطات كالستيرويدات البناءة محظورة في الرياضة، إلا أن بعضها الآخر يكون محظوراً في أوقات المنافسات أو في رياضات محددة، وهي حالة حاصرة مستقبلات بيتا التي تمنع بشكل خاص خلال منافسات النبالة أو الرماية، إذ أنها تساعد في الحفاظ على ضربات قلب منخفضة ما يحد من ارتعاش اليدين. أما تنشيط الدم فهو من أكثر الوسائل فعالية في تحسين الأداء وقدرة التحمل، وغالباً ما يلجأ إليه راكبو الدراجات المحترفون. بعض أساليبه كتناول الإريثروبويتين الذي يعزز تكوين الكريات الحمر، بالإضافة إلى نقل الدم، تستخدم لتحسين مستوى قدرة الدم على حمل الأكسجين. فعندما تصل كمية أكسجين أكبر إلى العضلات تزيد قدرة الرياضي على التحمل ويتحسن أداؤه. الإريثروبويتين وغيره من حاملات الأكسجين قد يظهر تعاطيها خلال الفحوصات، إلا أن بعض عمليات نقل الدم يصعب كشفها، كعندما يقوم الرياضي بسحب دمه قبل فترة وحقنه مجدداً قبل المنافسات. وتشمل وسائل الكشف عملية قياس كتلة الهيموغلوبين أو البحث عن آثار للملتينات، وهي من المكونات المستخدمة في الحاويات التي تحفظ الدم. إثر ذلك أصبح جواز الرياضي البيولوجي أداة رئيسية في مكافحة المنشطات. وفي التفاصيل يراقب الرياضي خلال الموسم وتقاس بعض الواسمات البيولوجية كضربات القلب وكتلة الدهون والإيماتوكريت ومستويات الدم والبول. التقلبات المفاجئة غير طبيعية وتكشف عن إمكانية استخدام المحظورات. ولكن لهذا النظام أيضاً حدوده، فالفحوصات قد تعجز عن كشف الإريثروبويتين والتستوستيرون وحتى الإنسولين التي يتناولها الرياضيون بشكل دائم ولكن بجرعات صغيرة جداً.